تعالوا نروح للقصة اللي هتعمل لنا شوية ربكة خلال الأيام اللي جاية بعد الإعلان اللي أعلنته الهيئة العامة الهيئة العامة أيوة وهي اسمها الهيئة العامة مش عارف ليه كلمة العامة دي بالنسبة لي كانت جديدة ماشي هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية تم الإعلان النهاردة إن إحنا داخلين على 4 5 أيام صعبين على مستوى الشبورة والضباب وانخفاض درجة الحرارة. الكلام انه ابتداء من ليلة اليوم يعني من بالليل النهاردة واحنا ماشيين بقى بالليل بكرة وبعده وبالليل بعد بعده درجة الحرارة هتقترب من 5 درجات. الصغرى هتقترب من 5 درجات. فبالتالي هتبقى الدنيا برد جدا. احنا دلوقتي بنلعب في 11 12 13 بالليل ودي كانت ساعة عند ناس كتير. اما الخمسة بقى هتبقى عاملة ازاي هتبقى ساعة قوي. المشكلة مش بس في الساعة. المشكلة بقى في الضباب والشبورة لانه قال لك ان ال4 ايام اللي جايين هيبقى في شبورة كثيفة في الساعات الاخيرة من الليل والساعات الاولى من الصباح بعد الفجر بشوية. فبالتالي الرؤية الليلية والرؤية الصباحية خصوصا في الطرق السريعة والمحاور هتبقى صعبة. وانا بحذر ليه؟ لانه احنا مقبلين على كما يقولون هناك لونج ويك اند. لونج ويك اند ليه؟ عشان الحكومه خلاص اعلنت ان يوم الخميس اللي جاي اجازه رسميه. الخميس بعد بكره اجازه رسميه بمناسبه عيد الميلاد المجيد، فبالتالي عندنا خميس اجازه وجمعه اجازه وسبت اجازه، وفي ناس بتتهزر وبتضرب الحد معاهم لكن مش قضيتنا. فبالتالي اللي هيقول لك ما تيجي نطلع شرم، اللي هيطلع يقول لك سخنه، نطلع الجونه، نطلع دهب، نطلع اللي نطلعه، بس ارجوكم خلوا بالكم من الطريق. خصوصا الناس الصبح وبالليل رؤية مفيش، والشباب بقى والحركات ارجوكم خلوا بالكم لانه بجد الضباب والشبورة دول اخطر حاجة. حتى لو انت كنت شمخر في السواقة مع الضباب والشبورة مفيش شمخرات، في ان احنا نركن او نلغي. والادارة العامة للمرور الحقيقة في المحافظات المختلفة كتر خيرها، اول ما بتلاقي ان مستوى الرؤية قال في بعض الطرق بتقوم بقفلها فورا، نعملها كده ونمنع الناس انها ترتدي الطرق وتعمل حوادث احسن ما نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. خلوا بالكم، تقرير عن كل ما اعلنت عنه هيئه الارصاد الجويه عن طقس الايام المقبله ومنه الفاصل. وبعد الفاصل ارجعوا لي بقى عشان عندي موضوع وقصه وحوار عظمه عن النصب في الفلوس، بس يا ريت النصب حد بينصب عليا، ده انا اللي بنصب على نفسي. شفتوش الحلاوه؟ بس بعد الفاصل. نشرت الهيئه العامه للارصاد الجويه التابعه لوزاره الطيران المدني توقعاتها بشان حاله الطقس والظواهر الجويه المتوقعه على الانحاء كافه خلال الفتره من الثلاثاء الموافق 4 يناير وحتى الاحد الموافق 9 من نفس الشهر، حيث يسود طقس مائل للبروده نهارا على القاهره الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشماليه وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد واثناء النهار، فما يكون الطقس ليلا شديد البروده على كل الأنحاء يصل إلى حد الساقية على وسط سيناء. ووفقا لما قاله رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن انتشار الشبورة المائية جاء نتيجة الظروف المناخية الراهنة والتي وصلت في بعض المناطق لحالة الضباب الكامل. فالشبورة المائية أو الضباب الصباحي ظاهرة مناخية مرتبطة بفصل الشتاء في مصر، وهي عبارة عن سحب منخفضة قريبة من سطح الأرض، والسبب الرئيسي في تكونها هو بخار الماء في الغلاف الجوي، وتحدث نتيجة لتكون رياح وتوفر كمية كافية من بخار الماء في الجو مع وجود حرارة منخفضة على الأرض أو الطبقات السفلى من الغلاف الجوي. ويوجد فرق بين الشبورة المائية والضباب، حيث أن الضباب والشبورة يلزم تكونهما نفس الشروط، ولكن الفارق الوحيد هو مدى الرؤية الأفقية في الضباب يكون تقريبا منعدم، أما الرؤية في الشبورة فتكون أبعد بقليلة. وتوجد عدة عوامل تساعد في كثافة الشبورة المائية، منها كمية الرطوبة وانخفاض درجة حرارة
حراره سطح الارض وتكون رياح تزامنا مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على جعل الرطوبه على مسافه قريبه من سطح الارض. وعن اسباب تكون الشبوره بهذه الكثافه خلال الاسبوع الجاري، ذلك لاندفاع كتله هوائيه رطبه قادمه من امتداد مرتفع جوي يعمل على امتداد الشبوره بتلك الكثافه. ومع زوال المرتفع الجوي ستبدا الشبوره في الاختفاء، وهذا متوقع منتصف الاسبوع المقبل. إسراء سعد، آخر النهار.